بتفكري تصوري اكثر من اغنيه بالالبوم، اكثر من اغنيتين ثلاثه؟ ان شاء الله. هو المفروض ثلاث اغاني يتصوروا، ده الصح يعني. ثلاث اغاني غير بعض، واحده دراما، واحده رومانسيه هاديه، واحده مقسوم ترقص للناس. فانا بحاول يعني، في مفاوضات ان احنا نعمل كده. كم نسالك على اغنيه دراما صعبه؟ اكيد صعبه يعني، صعب يمكن ضحك الناس ويرقصوا الناس يعني، سهل بس صعب انه يبكوا ويحسوا ب، اولا الاداء يمكن المفروض يكون كثير مختلف، بدك تكوني بمود او مزاج كثير عالي لحتى انت كمان تأدي الاغنيه. لنقول انت وعم بتسجليها بدك تكوني يمكن مودك كثير، احساسك عالي ومودك كثير رايق لحتى تطلع معك الاغنيه توصليها صح، اضافه لانه تلاقي كلام يخاطب الروح، يخاطب الجرح. بحب الكلام اللي هو بتاع الشارع، بتاع الناس كلها يعني. لو بصيتي لكل اغانيه اللي فاتت هتلاقي الكلام سهل مش كلام صعب، فعشان كده الناس بتحفظه بسرعه. هو ده اللي انا معتمد عليه الشديد ده، ان انا الاقي الكلام برضه يكون بتاع الناس كلها، الكلام السهل والمواضيع طبعا. علاقتك بنصر محروس كتير فيها جدل واخذ ورد، وحسب يعني ما هلا انت شرحتي انه العلاقه حلوه ومنيحه وانت بتوثقي فيه كل الثقه، اكثر حكيوا عن مشاكل ماديه بينك وبين نصر محروس. المشاكل الماديه دي لازم تحصل، لان كل سنه يعني مطالبي ولا مطالبي حاجه كده بتزيد يعني. كل انا زمان ما كنتش بعرف يعني، كنت ممكن اشتغل بس ما اجيبش لبس غالي قوي كده، دلوقتي لازم على الاقل في الشهر ليا 20-30 ألف دولار لبس، فكل ده لازم الشركه تساعدني فيه. يعني لو هنتكلم مثلا، انا هكلمك على حاجه موجوده دلوقتي، لو هنتكلم عن جيجي لامارا ونانسي عكرم الاثنين بيكملوا بعض، انا شفت في دبي جيجي عامل ايه لنانسي، مريحه تماما من كل حاجه، كل حاجه عندها يعني، ماكر ما كوافير كذا فستان تختار اللي يعجبها هي عايزه تعمل ايه. الناس بقى بتساعدها في الدعايه، دعايتها كويسه يعني. انا ما فيش مكان جيته في لبنان ما شفتش دعايه نانسي عجر. الافيشات بتاعتها، كل الحاجات دي انا نفسي تتعمل لي برضو يعني. يعني انت بتحسي مش مأمن هيدا الناحيه، ما في هالتأمين من قبل نصر يعني؟ مثلا لما يكون ألبوم ناجح جدا جدا وعامل ايرادات، انا عارفه يعني، بلاش انا اتكلم عنها، اي حد اسالي اي حد ايرادات صح يعني، ايرادات شيرين قد ايرادات الفنان عمرو دياب يعني. وقتها مفيش ليا افيش على كوبري ولا 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 بوسترات في كل حته، ما بجيش مثلا، ما بسافرش الاردن الاقي ليا بوسترات، ما بجيش هنا الاقي ليا افيشات، فده بيزعلني. هي دي المشاكل بتيجي من هنا. وانا معاكي بتكلم معاكي بمنتهى الصراحه كاني قاعده معاها، هي دي مشاكلي، ان انا نفسي تصور لي ثلاث اغاني. ايه المانع ان احنا انا وانت نكمل بعض، وانا وانت نكسب مع بعض، وانا وانت نعمل حاجه بس تريحني ورا زي ما انا بريحك تريح، هو ده بس كل اللي كنا بنتكلم فيه. رغم هالشيء شيرين رفضت انها تمضي عقد مع شركه ثانيه. واعتبرت يعني الحصريه امر مرفوض بالنسبه لإليك، انت بدك تكوني على كل الشاشات وهذا الشيء نحن بنحييكي كثير عليه. وحسيتي كمان انه انت بدك تكوني حره وتشتغلي مع ناس يكونوا اذا بدك فاضيين لشيرين اكثر، اذا فهمت حديثك مزبوط. رغم انه في تقصير معين بقصه الامور الماديه اللي ذكرتيها، طيب ليه بقى هنا؟ عشان مش عارفه يعني، مش عارفه ليه، بس هو ده اللي لازم يحصل عشان يكون في نجاح متكامل. لازم يكون في اتنين بيكملوا بعض، منتج معاه فلوس ومعاه علاقات وعنده يقدر يعمل حاجات كتير قوي، وعنده حس فني مثل ما قلت كمان بتتكلي عليه، ومطربه بتدي كل اللي عندها وكل وقتها لشغلها. الاتنين بيكملوا بعض صدقيني. وانا مثلت لك دلوقتي تجربه ناجحه جدا، جيجي لامارا ونانسي عجرم من انجح الشخصيات الموجودين دلوقتي في كل الوطن العربي، لان الاتنين بيكملوا بعض، وده اللي انا نفسي فيه يعني. هو طبعا يعني جيجي ما عندوش غير نانسي، لكن نصر عنده نجوم كتيره غيري،
فانا ما بطلبش منه يكون موجود معايا في كل حته في العالم ويمسكني في ايده ويسافر بيا، لا، بس نفسي يهتم بدعايتي ويهتم انه يصور لي 3 اغاني، وتلات اغاني يكونوا فعلا يعني على المستوى اللي لازم يتعمل اللي احنا فيه دلوقتي. يعني ان شاء الله هذا العمل بيكون على قد متطلباتك اللي هي كمان وليد نجاحك. يعني انت طلبتي من بعد ما نجحتي واثبتتي انك انت فنانه، لازم نشوفها على كل افيشات الطريق، لازم انه يكون يعني دائما ناطرين اعمالها، الكواليتي بالكليبس تكون كثير حلوه، الاغاني